بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية ومع كلمات وعبارات جديدة. أول هاد الكلمات excellent excellent ou bien très bon ou bien parfait، يعني أن هاد الكلمات ككل لهم نفس المعنى. إذا سواء قلنا excellent ou bien très bon ou bien parfait، المقصود ممتاز جيد. مثلا في الجملة التالية نقول le sport est excellent pour la santé، يعني أن الرياضة ممتازة للصحة أو أن الرياضة جيدة للصحة. Le sport est excellent pour la santé. أو نقول مثلا excellent élève، يعني تلميذة ممتازة، تلميذة جيدة. نانا، طبعا حد نتكلمه هنا على نانا. نانا songe sérieusement à étudier la médecine، يعني أن نانا تحلم بشكل جدي à étudier، بدراسة la médecine يعني الطب. excellent élève نانا سون سيريوزمون ا ايتيدي لا ميديسين. نقول عن شخص بانه سيريوز يعني انه جدي. نقول عن سيده بانها سيريوز يعني انها جديه. اذا سيريوزمون المقصود بها بشكل جدي. اكسلونت اليف طبعاً الحال في حاله لو سبور اللي هي كلمه مذكره قلنا ماذا؟ لو سبور ات اكسلون. لو سبور ات اكسلون يعني الرياضه ممتازه. طبعاً الحال قلنا اكسلون لأن كلمة سبور هي كلمة مذكرة في اللغة الفرنسية. بالنسبة للألاف طبعا حتى نتكلم على تلميذة وليس تلميذ، إذا سنقول عنها excellent. إذا excellent élève نانا سون سيريوزمون à étudier la médecine، يعني تلميذة ممتازة من تكون نانا التي تحلم طبعا الحال بشكل جدي بدراسة الطب. إذا نانا سونج سيريوزمون à étudier la médecine. Les deux postes exigent une très bonne maîtrise des deux langues officielles. Les deux postes يعني تنتكلم هنا على كلمة بوست التي ممكن في حالات تجي مؤنثة وفي حالات تجي مذكرة. طبعا الحال في الحالتين تختلف المعنى. فإذا أخذنا كلمة بوست مثلا في الحالة التي تكون فيها مؤنثة نقول لا بوست. طبعا الحال لها معاني، منها المركز ديال البريد تنقول البوسطة. إذا لا بوست المقصود بها البوسطة. لا بوست المقصود بها البوسطة. إذا نقول لا بوست. طبعاً الحال الحالة اللي عندنا هنا تنتكلموا على كلمة بوست ككلمة مذكرة تنقولوا لو بوست. المقصود هنا المركز الوظيفي أو المنصب. إذا لي دو بوست يعني أن المنصبين إكزيج يعني أنهم يتطلبان. طبعاً الحال تنتكلموا هنا على لو فارب إكزيجي. ماذا يتطلبان؟ أون تخي بون ميتريز دي دو لونغ أوفيسيال، يعني أنهم يتطلبان ضبطاً جيداً للغتين الرسميتين. تنتكلم هنا على كلمة ميتريز تجي من فعل ميتريزي، أخضع أو سيطرة. لكن هنا عند المعنى ديال أتقن أو ضبط. طبعا الحال نتكلم على اللغة. إذا لي دو بوست إكزيج أون تخي بون ميتريز دي دو لونغ أوفيسيال، يعني أن هاد المنصبين تطلبوا أشخاص ضابطين اللغتين. هذا هو المقصود. إذا لي دو بوست إكزيج أون تخي بون ميتريز دي دو لونغ officiel. نقول مثلا nous allons faire un excellent voyage ce week-end. إذا nous allons faire نحن سنفعل nous allons faire نحن سنفعل un excellent voyage يعني سفرا ممتازا ce week-end. طبعا هذه كلمة weekend تعني نهاية الأسبوع. إذا ce weekend يعني هاد نهاية الأسبوع. إذا nous allons faire un excellent voyage ce week-end يعني نحن سنفعل سفرا ممتازا هاد نهاية الأسبوع. إذا لو غاتو إيتي إكسيلون، لو غاتو إيتي إكسيلون، يعني أن الكعكة كانت ممتازة، لو غاتو إيتي إكسيلون، كون كانت هاد غاتو كلمة مؤنثة سنقول إكسيلونت، إذا لو غاتو إيتي إكسيلون، إل أفي أون إكسيلونت بريزونتاسيون، طبعا الحال كلمة بريزونتاسيون كلمة مؤنثة تقديم، تجي من فعل بريزونتي قدمة، إذا إل أفي أون إكسيلونت، أون إكسيلونت بريزونتاسيون، يعني هي فعلت تقديما ممتازا، أين؟ sur scène sur scène يعني على المشهد المقصود في المشهد. نتكلم عن بنت مثلا انها شاركت في مشهد ما مثلا على المسرح. اذا سنقول elle a fait une excellente présentation sur scène، يعني هي فعلت تقديما ممتازا في المشهد. عندنا ايضا d'après ma mère. d'après ma mère يعني من خلال امي، او نقول selon ma mère. اذا d'après ma mère حسب امي أو حسب شهادة أمي. إذا دابخي ما مير سيت أن إكسيلون ميدسان، هو طبيب ممتاز.
إذن دابخي ما مير سي ان اكسيلون ميدسان. إذن حسب أمي، حسب شهادة أمي، هو طبيب ممتاز. طبعا بحال في كل هذه العبارات ممكن أننا نعدل فيها. إذن مثلا في هذه العبارة الأخيرة ممكن أننا نقول دابخي ما مير، دابخي مون بير، دابخي ما سور، دابخي مون فخير، دابخي مي زامي إلى آخره. إذن دابخي ما مير سي ان اكسيلون ميدسان. أيضا نقول لو برودوي est un excellent exemple de l'innovation de l'entreprise. لاحظوا هنا لو برودوي يعني المنتوج، تيجي من فعل برودوير يعني انتج، او لا برودكسيون يعني الانتاج. اذا لو برودوي est un excellent exemple يعني ان المنتوج هو واحد المثال ممتاز ديال هاش de l'innovation de l'entreprise يعني ديال الابداع ديال الخلق ديال الشركه. طبعا الحال تنتكلموا على واحد النوعيه ديال واحد الشركه مثلا ممتازة بمعنى آخر، مادام أن هذا المنتوج هو مثال ممتاز، إذا هذه الشركة بطبيعة الحال فهي أيضا ممتازة، ممتازة في ماذا؟ دور لينوفاسيون، يعني في هذا الخلق وفي الإبداع. إذا هذا المنتوج الذي يظهر أمامنا متقن من كل الجوانب، سواء تعلق الأمر بالمضمون أو بالشكل، إذا بطبيعة الحال هذا المنتوج هذا يدل على خلق وإبداع الذي يجب أن نأخذه كمثال ممتاز، هذا هو المقصود هنا. إذا لو برودو إت أن إكسلون إكزامبل دو لينوفاسيون دو لونتربريز. إذا ليتيديون أ إت ريكومبونسي بور سيز إكسلون نوت، يعني أن الطالب جوزي وكوفئ على نقاطه الممتازة. إذا نتكلم هنا عن ريكومبونسي يعني جازة. طبعا الحال لو قلنا ليتيديون أ ريكومبونسي يعني أن الطالب هو الذي جازة، ولكن هنا استعملنا إتر. إذا L'étudiant a été récompensé. يعني أن الطالب هو الذي جوزي. إذن l'étudiant a été récompensé pour ses excellentes notes. يعني أن الطالب جوزي وكوفئ على نقاطه الممتازة. Les clients يعني أن الزبناء apprécient. هذا الverb apprécier. هذا الverb apprécier يلتجي منه كلمة le prix. يعني كلمة الثمن. إذن هنا les clients apprécient. يعني أن الزبناء يثمنون، يقدرون، يقيمون ليكسيلون سيرفيس يعني الخدمة الممتازة. إذا الزبناء يقيمون الخدمة الممتازة دو لا فيرم المقصود بها اونتربريز كوميرسيال او اندستريال يعني شركة تجارية أو صناعية. كلمة فيرم المقصود بها اونتربريز كوميرسيال او اندستريال. إذا لي كليون ابريسي ليكسيلون سيرفيس دو لا فيرم. إذا الزبناء يقيمون ويثمنون الخدمة الممتازة دو لا فيرم ديال المؤسسة. يثمنون الخدمة الممتازة للمؤسسة يعني ديال المؤسسة سواء كانت تجارية أو صناعية. لي كليون ابريسي ليكسيلون سيرفيس دو لا فيرم. هنا بطبيعة الحال كما قلنا كلمة فيرم المقصود بها اونتربريز كوميرسيال أو اندستريال. يجب التفريق بين كلمة فيرم وبين كلمة فيرم. فيرم مزرعة. جي اشتي اون تلفزيون دوكازيون اون بافيتا. إذا جي أشوتي يعني أنا اشتريت إن تلفزيون يعني جهاز تلفاز دوكازيون يعني أنه مستعمل. طبعا الحال هنا يجب تفرق بين كلمة أوكازيون لتتعني مناسبة أو فرصة وبين كلمة دوكازيون تتقال هكذا دوكازيون. هاد كلمة دوكازيون بهذا الشكل أنها تتعني مستعمل. أما إذا تكلمنا غير على كلمة أوكازيون فالمقصود بها فرصة أو مناسبة. إذا جي أشوتي إن تلفزيون دوكازيون أون بارفيتا يعني أنا اشتريت جهاز تلفاز مستعمل ولكن في حالة جيدة. اون بارفي ايتا يعني في حالة جيدة. أيضا لي بينيفول فون ان اكسيلون ترافاي. لي بينيفول فون ان اكسيلون ترافاي. لي بينيفول فون ان اكسيلون ترافاي يعني أن المتطوعون يفعلون. طبعا حتى نتكلموا على لو فير. إذا فون إل فون. لي بينيفول فون ان اكسيلون ترافاي يعني أن المتطوعون يعملون عملا جيدا او ممتازا. او نقول مثلا سوسون لا ديكسيلون اكزامبل دي جون ديغوبور كاسور دي ليزون امبورتونت على ايشيل دو بيي. نقول مثلا سوسون لا ديكسيلون اكزامبل دي جون ديغوبور كاسور دي ليزون امبورتونت على ايشيل دو بيي. اذا سوسون لا انهم هنا يعني هنا كاينين. الوغ نقولوا هنا كاينين بمعنى اخر سوسون لا ديكسيلون اكزامبل يعني أمثلة ممتازة دي جونغ لنوع أو لنوعية ديالهاش ديغوبور لمطارات. ليغوبور مقصود به مطار ولكن هنا عندنا
d'aéroport avec S à la fin. Et d'un nous عن مطارات طبعا حتى نتكلموا على aéroport جمع qui assure طبعا حتى نتكلموا على الفار assurer يعني أمانة ومن كلمة l'assurance يعني التأمين. إذن هذه المطارات تؤمن ماذا تؤمن؟ des liaisons يعني أنها تؤمن روابط important مهمة à l'échelle du pays. طبعا حال كلمة échelle تتعني السلم يعني السلم اللي تنطلعوا عليه تتسمى إشال، وأيضا السلم اللي تناخذوه في القياسات تتسمى أيضا إشال. طبعا حتى نشوفوا شي خريطة عليها واحد السلم كل سنتيمتر مثلا يمثل في الواقع 200 كيلومتر، ممكن أننا نجد سلما آخر عنده قياس آخر، إذا هذا يسمى إشال. طبعا الحال هنا ما عندناش إشال، عندنا أليشال يعني على المستوى، أليشال دي بي يعني على مستوى البلد. طبعا الحال هنا نتكلم عن نوعية من المطارات أنها تؤمن روابط مهمة على مستوى التراب الوطني بمعنى آخر، يعني أنها تؤمن روابط مهمة على مستوى البلد. إذا سوسون لا يعني إنهم هنا d'excellent exemple du genre d'aéroport qui assure des liaisons importantes à l'échelle du pays. أيضا لو غاتو الكعكة كما سور الذي أختي أكوزيني يعني طبخته هيأته إلى آخره. إذا تنتكلموا على لا كويزين يعني المطبخ، إذا لو فيغ كويزيني هي طبخة. إذا لو غاتو كما سوا كويزيني الكعكة التي طبخت أختي إيتي إكسكي كانت لذيذة. إكسكي يعني أنها لذيذة، طبعا الحال في المؤنث نقول إكسكيز. إذا لو غاتو كما سوا كويزيني إيتي إكسكي يعني أن الكعكة التي طبخت أختي أنها كانت لذيذة. سونغو طبعا الحال نتكلموا هنا على لوغو، لوغو يعني المذاق ومن فعل غوتي، غوتي يعني تذوق. إذا سونغو إتكسكي يعني أن مذاقه أو مذاقها أنه لذيذ. لوغسكيلي عندما يكون، لوغسكيلي عندما يكون. كويي يعني أنه مجني أو مقطوف. جون إفخي جديد وطري. إذا هنا نتكلم على لوغ كويير قطف الزهور أو قطف الثمار. طبعا الحال لوغ كويير أنه تيجي بمعنى قطف مثلا الزهور أو الثمار. إذا هنا نتكلم عن شيء ما مثلا فاكهة، إذا نقول سونغو يعني أن مذاقها أو مذاقه إتكسكي يعني أنه لذيذ. لوغسكيلي، لوغسكيلي عندما يكون. كي يعني مقطوف. جون كي جون يعني أنه مقطوف. جديد طبعا حتى نتكلم على جون يعني أنه صغير السن مثلا بالنسبة للأطفال، نقول عن طفل صغير بأنه جون يعني أنه صغير السن. عندما نقول مثلا جون غارسون طفل صغير، طبعا حال كلمة جون أن تعني صغير. أيضا أن هذه الكلمة تأتي بمعنى جديد، طبعا الحال في هذا الاستعمال هنا أننا نعني بها بأنه جديد، كلمة جون ممكن أن تعني جديد. إذا عندما نقول سونغو إتكسكي لوغسكي لي كوي جون إفخي المقصود بأن مذاقه لذيذ. لوغسكي لي كوي عندما يكون مقطوف جون إفخي، عندما يكون مقطوف جديد وطري. إذا طبعا الحال هنا نتكلم عن لوغا كويير يعني قطفة. نقول مثلا elle m'a montré يعني انها اظهرت لي بينت لي. elle m'a montré comment faire le café à Sango يعني هي بينت لي ووضحت لي كيفية فعل قهوة à Sango. طبعا الحال كما لو نقول على مذاقها، طبعا الحال ممكن ان الجملة تعني هذا، لكن طبعا الحال عندنا هنا Sango هذه كلمة سون التي تعني بان هذا الشيء يعود له او يعود لها. هذه كلمة سون احيانا تأتي بمعنى مغاير اللي هو بدل توجيه الكلام لشخص مخاطب إذن يوجه الكلام للغائب. إذن المقصود هنا مثلا elle m'a montré comment faire le café à Sango يعني هي بينت لي كيف لشخص أن يفعل قهوة على مزاجه على مذاقه. هذا هو المقصود بهذه كلمة سون، يعني أن هذا اللوغو يعود على الشخص المفترض وليس على السيدة التي أظهرت لي كيفية فعل القهوة. إذن elle m'a montré comment faire le café à Sango يعني أن هي أظهرت لي كيفية فعل القهوة على مذاق الشخص الذي يريد تجهيز القهوة. هذا المقصود هنا. طبعا الحال كلمة سون كما قلنا أنها تستعمل لهذا الغرض، مثلا كالمثال التالي comment faire son CV sur Word يعني كيفية فعل أو كيفية عمل CV. CV بطبيعة الحال كما لو نتكلم عن سيرة ذاتية موجزة في صفحة على الورق. إذن comment faire son CV sur Word يعني كيفية عمل CV على برنامج الوورد. المعنى هنا كيف للشخص أن يصنع CV خاص به على الوورد. إذن مثلا نقول comment faire son passeport كيفية فعل جوازه للسفر. إذن comment faire son passeport
يعني كيف للشخص أن يصنع أو يفعل أو ينجز الباسبور الخاص به، الجواز الخاص به. إذن كومون فير سون باسبور، إذن بدل كيفية تجهيز جوازك للسفر، بدل أن تكون جملة هكذا، طبعا في اللغة الفرنسية نقول كيفية تجهيز جوازه للسفر. في اللغة الفرنسية غالبا أننا نستعمل الغائب كما لو أن العبارة توجه للغائب. إذن كومون فير سون باسبور المقصود به هنا كيفية تجهيز جوازك للسفر، أو بمعنى آخر كيف للشخص أن يجهز جوازه للسفر. إذن عندنا أيضا دو طون زون طون، دو طون زون طون تتعني دو طون ا اوتر، دو طون ا اوتر يعني من وقت لآخر. إذن سواء قلنا دو طون زون طون أو بيان دو طون ا اوتر المقصود بها من وقت لآخر. مثلا في عبارة نقول جيم الي ا لا مير دو طون زون طون، أنا أحب الذهاب إلى البحر من وقت لآخر. أو نقول مثلا جو في دو بينيفولا، يعني أنا أفعل تطوع. طبعا حنا رأينا قبل قليل لي بينيفول، لي بينيفول يعني المتطوعون، طبعا الحال هنا عندنا بينيفولا يعني تطوع. إذا جو في دو بينيفولا يعني أنا أفعل تطوع دو طون زون طون من وقت لآخر. جو في دو بينيفولا دو طون زون طون. إذا طبعا الحال نتكلم عن بينيفولا يعني تطوع. مثلا نتكلم عن لو بينيفولا اسوسياتيف، يعني نتكلم عن تطوع ترابطي، يعني انه يرمي الى ان يربط اعضاء المجتمع بعضهم ببعض. اذا نتكلم عن بينيفولا اسوسياتيف، يعني نتكلم عن تطوع ترابطي. هنا بطبيعه الحال نتكلم عن تطوع اجتماعي. في حاله التطوع الاجتماعي نقول بينيفولا سوسيال، سوسيال نقول بينيفولا سوسيال. لكن اللي عندنا هنا لو بينيفولا اسوسياتيف، يعني تطوع ترابطي ان صح التعبير او تشاركي. ايضا نقول جو غارد لا تيليفزيون سولمون دو طون زون طون، انا انظر للتلفاز فقط من وقت لاخر. جو غارد سير فيرب غاردي يعني نظرة، جو غارد لا تيليفزيون سولمون فقط دو طون زون طون من وقت لاخر، يعني انني لست مدمن على مشاهدة التلفاز، يعني انني فقط انظر اليه من وقت لاخر. إذن جو غارد لا تيليفزيون سولمون دو طون زون طون. إذن نكتفي بهذا القدر، حياكم الله وإلى لقاء قريب بإذن الله.